بكره الاهلي عنده مواجهه في منتهى الاهميه امام صن داونز، مش عارف شفت مباراه الذهاب ولا لا؟ شفت مباراه الذهاب طبعا. الاهلي يتعامل ازاي بكره مع المباراه عشان يقدر يعدي للمباراه النهائيه؟ الاهلي ماتش بتاع خمسه اثر عليه في المباراه الاولانيه، فلعب بتحفظ غير عادي، صح، ودي مش طريقه النادي الاهلي. صحيح. طريقه النادي الاهلي كان في زمان مقوله يقول لك خير وسيله للدفاع الهجوم. دلوقتي اختلفت شويه. لا اتفق معاك جدا، خير وسيله للهجوم، خير وسيله للهجوم الدفاع، صح، وانا قلتها خدت بالك من زمان وقلتها معاك في اون تايم. صحيح. انا فاكر كويس، فاكر كويس، فاكرها كويس، او حتى سالتني فيها، صح. فالنهارده انا عادي لدرجه ان الجون برضو يعني ايه، برضو يعني خطا من بعيد. يعني كلام فرقه صن داونز فرقه قويه جدا، فرقه محترمه جدا، بس النادي الاهلي اقوى منها. انا اللي بقول لك سيستم بتاع مستر كولر اللي هو بيلعب الكره الصغيره والكره الطحونه الهولنديه وتغيير الاماكن والدخول للونجين للسنتر فراوده ويوسع للباكين. فانا بطلب منه في المباراه دي، انا بقول لك النادي الاهلي هيكسب اكتر من 2-0. هيكسب اكتر من 2-0؟ اه. حلو التفاؤل، حاجه عظيمه. لا لا، واقول ممتاز. ومصر كلها بكره تبقى مع النادي الاهلي، وهتشوف جماهير النادي الاهلي بكره بتعمل ايه، زي ما هي مع جماهير النادي المصري اما بيشجع برضه بقوه، وجماهير الاتحاد وجماهير الاسماعيلي. انا بقول لك النادي الاهلي بكره هيكسب ازيد من 2-0. طب لو انت بايدك تحط تشكيله بكره للنادي الاهلي في المباراه دي، تعرف تحط لي اسماء؟ اه طبعا. مين؟ طبعا محمد الشناوي، اه، وهاني، ورامي ربيعه، واحمد عبد القادر، محمد عبد المنعم، احمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم، اه محمد عبد المنعم، انت اللي بختلط بينه وبين احمد عبد القادر، علي معلول. علي معلول، لو ان الماتش ده علي معلول ما كانش في حالته، لو انت برضه حتى بنتكلم ككوره، اليو دانج، اليو، اليو دانج، وممكن اكرم توفيق، اكرم توفيق في النص، وامام عاشور، امام عاشور لو هو سليم تمام بالنسبه له، وحسين الشحات، وبتستاو، وكهربا. شايف دي التشكيله المثاليه اللي يكسب بيها الاهلي بكره اكتر من اثنين؟ انت بتقول الاهلي يكسب اكتر من حسين اثنين. الشحات له دور مهم جدا، حسين الشحات دور محوري جدا. طب انت قلت لي الاهلي هيكسب بكره اكتر من اثنين، لو قلت لك بقى توقع النتيجه، توقع الاهلي يكسب كام؟ الاهلي ممكن يكسب 3-1. 3-1 بكره؟ ممكن، وارد، لان الاهلي لازم يعمل حاجه بكره، وده اللي ورد برضه في فكر الكره، هيعمل ضغط عالي جدا، والفرقه دي لو ضغط عليها في البناء، لان الجون بتاعهم زي ما انت فاهم لعب الكوره والكلام اللي تشوفه ده، عنده اخطاء، هم بيحاولوا يبداوا من تحت على اساس بيبقوا في لعيب زياده اللي هو حارس المرمى. فيجب على الاهلي النهارده يضغط بكل قوه، وامام عاشور هو اللي هيبقى في مركز 10 هيضغط على السيرد باك الثاني، يبقى 4-4. 4-4 بالظبط. النهارده الاثنين الديفندر التانيين هيبقى عليهم حمل كبير قوي قوي قوي، ان هو يمنع التمرير من اللاعب الثالث. فالاهلي لو عمل ضغط عالي من بدايه المباراه مع الدفعه الجماهيريه، الاهلي هيخلص الماتش. هسألك على رايك في موديست مهاجم الاهلي الجديد، رايك فيه ايه؟ انطباعاتك يعني، عشان الراجل لسه ما لعبش كتير برضه. هو غير ملاعب كتير والكلام ده، اولا السنتر فيرود لازم الاسترايكر يكون عنده سرعات كتير، هو عنده نسبه بطء كبيره جدا بالنسبه له. لاعب بيبان برضه في فترات برضه حتى ربع ساعه 10 دقائق الكلام ده، هو متمسك بيه. انا بصراحه يعني كهربا او كان محمد شريف لما كان موجود بالنسبه لي افضل منه بصراحه.